السلام عليكم ورحمة الله. راح أقوم اليوم بفتح الصندوق لكاميرا جو برو هيرو 3 اتش دي. طبعا هاي الكاميرا أطلقت حديثا وحاليا وصلتني من أمريكا. شوف شو بتجن. طبعا قمت بطلب الكاميرا مع السكشن كاب. اعذروني شوي شباب لأنه أول مرة. شوف شو بيجي حاليا بالصندوق ونتكلم شوي عن مواصفات الكاميرا. طبعا هذا سكشن كارد. طبعا هاي الكاميرا كلفت تقريبا بحدود ال 390 دولار بعد الشحن والضرائب في يو اس. مثل ما نعرف الكاميرا هاي بتصور 1080 بي على 30 48 و60 فريم بير سكند. طبعا 24 فريم بير سكند اوكي على دقة 1920 ب 1080. هنشوف البوكس. طبعا انا قمت بطلب البلاك اديشن اللي هي بتيجي كاملة الفول اتش دي مع الريموت. الكاميرا هاي قادرة على تصوير 4K اللي هي 4 أضعاف الفول اتش دي، بس طبعا على فريم ريت منخفض اللي هو 15 فريم بير سكند. في نفس الوقت ممكن انه هاي الكاميرا تسجل على دبليو في جي اي ل 240 فريم بير سكند. طبعا الريزولوشن راح تكون 480 848. واو. بس لو أعرف كيف تفتح. شوف شو بيجي بالصندوق. Product information. Packaging. جميل صراحة. هذا بيجي الكفر المفتوح من الخلف عشان الكاميرا تقدر تلقط الصوت بشكل أفضل. طبعا الكاميرا بيجي الكفر اللي عليها بدون مي. مجموعة من البراكتس، البطارية. طبعا البطارية 1050 ملي أمب. هذا الرينج عشان تعلي الريموت. بيجي معاها ستيكر، كمان أدابترز لتعلي الكاميرا. كابل يو اس بي، لا ميني يو اس بي. وكابل الشحن.
كمان ستيكرز. أعتقد إنه هذا كل شيء بيجي بالصندوق. لا كأنه في شيء لسه. هلا احد المشاكل في هاي الكاميرا ان تسجيل الصوت فيها هو مونو، بس يعني صراحة الحجم كتير صغير. خلينا ناخذها اوف كاميرا. هاي الريموت، شوف حجم الكاميرا. مرة غريبة من كثر. هي الكاميرا طبعا نشوف البورت اللي عليها. ميني اتش دي ام اي، ميني يو اس بي، طبعا بتاخد مايكرو اس دي. طبعا ضروري الواحد تكون عنده كلاس 10 مايكرو اس دي كارد. هذا الميكروفون، زر الواي فاي، زر التسجيل، الشاشة، زر الموت. طبعا هذا الكونكشن عشان الشاشة اللي بتركب من الخلف، حاليا ما طلبتها. حسب ما فهمت ان الكاميرا ممكن تشتغل على الايباد او الايفون، تعمل داير لايف فيو. وهي الكاميرا السلام عليكم ورحمة الله.